حياك الله نايف، يا مرحبا ومسرع. شغلوا صوت السبيكر شباب هنا، خلينا نسمع نايف. يا مرحبا ابو عبد الله، يلا حيا. يا مرحبا يا نايف، شلونك؟ عساك طيب. خير يا باشا. اول شيء بيض الله وجهك على الابيات الجميله. وجهك ابيض وتحسب لك، ابيات رائعه جدا وانا اشوفها معلقه صراحه. الله يرضى. وللامانه انا ارسلتها لفريق دعمك، قلت اكتبوها وصمموها لان نايف يستحق. هذه ملاحظه. الشيء الثاني، انت جيتنا قبل شوي وانت تدري مو بوقت واجد، قلت ان اسمي ما كتب في اليوتيوب. لا المفروض احنا حطينا علامه استفهام، ما ندري. المفروض انه يكتب، ومن حقه انه يكتب. اي صحيح، المفروض ان حقه يكتب ويستاهل. حق نايف، حق من حقوقه، حق من حقوقه وقصيدتك نايف، صح؟ إيه ولا صحيح؟ لا صحيح. نعم صحيح. اي نعم. طيب نايف، دخلت كونفشن روم، سم كلنا اذان صاغيه. قبل شوي تقول ان كيف درى نايف ومنين له جوال. لا ما احد قال شيء. من قال؟ احنا قلت. من قال؟ أنت قلته قبل شوي. ما أحد قال شيء. أنا ما قلت شيء. أنا ما قلت شيء. ما أحد قال شيء. نواف أنت تسمعنا ولا تسمع برنامج ثاني؟ اجحدوني. أسمع. ما أحد قال شيء يا أبو عنزي. طيب نايف، كيف دريت؟ سم بنسمعك. يلا يلا. اسمع، أنا يوم طلعت ذاك اليوم على المسرح. إيه. ما أحد قال اسم الشاعر ولا. لا قالها أحمد الفراج. قالها بعد ما نزلنا. إيه بالضبط. انا ما انتبهت، بس في ناس من الشباب قالوا انه ما ذكر اسمك. انا ما ادري، وطلعت اليوم الثاني كان عندي موعد مستشفى، وكنت طالع بجوالي علشان توكلنا وعلشان موضوع الاشياء هذه. فدخلت على قناه في اليوتيوب وفعلا ما لقيت الاسم يعني مكتوب. جبت الحين ابو، جبت عذر طبي نايف؟ ها جبت عذر طبي؟ اي نعم، عند ابو مشاهد. اي زين، عند ابو معتز. كويس. المهم ابو سعود، الحين يعني قناه بمعديها بمخرجيها بمهندسيها، يعني اقعد اتابعهم انا على فقرتي علشان اشوف تاكدوا وكتبوا ولا ما كتبوا. والله من حقك، صادق والله. يعني هذه رساله للسوشيال ميديا. وحنا كقناه ومعدين ومتسابقين ودنيا نقدر نطارد فيك عشان نصحيك من النوم. صحيني من النوم من ايش؟ نصحيك من النوم في الفقرات 40 دقيقه متاخرين يوم الجمعه. حنا بمقد نروح نجي من بيوتنا يوم الجمعة عشان نصحي المتسابقين نطلعهم على الهواء. عبيد يدور. أي فقرة يا علي؟ أي فقرة؟ فقرة عبيد يوم الجمعة. أنا حاضرها فقرة عبيد. خلك من أنت حاضرها، أنت والأخوياك كلكم، أتكلم عنكم بشكل عام، ما أتكلم عنك شخصياً. أخوياي اللي غابوا كلهم، أنت تدري وش عذرهم يا علي؟ وش اللي وش عذرهم؟ نايمين راقدين يا نايف. لا تقولي والله لا تعبانين. لا. شد لا. عضلي. انفصام في الركبة، اذن مقطوعة، ما في احد، كلكم نايمين. شوف محمد الزعيزي طالع عنده ظرف عائلي، عمر وراكان جاي من المستشفى الساعة 11 الظهر، وصل الظهر. يا اخي راكان اصبعه. لحظة لحظة. يا اخي راكان اصبعه مشقوق، انا اصبعي مكسور، حضرت برنامج كامل. دقيقة يا اصبع مكسور. نايف، عمر وراكان طالعين سوا؟ ها؟ عمر وراكان طالعين سوا؟ لا كل واحد طالع لحاله، لكن انت تقول عمر وراكان يطالعين المستشفى. راكان اصبعه معورته، هو عمر عنده معورته. طالعين سوا؟ ها؟ طالعين سوا؟ لا مو سوا. الا جاني خبر انهم طالعين سوا، عندي محور، شلون تقول لا؟ انا ما ادري صراحه. لا تدري. طيب سؤال نايف، خلنا نستعدها. ابو سعود سم، والله العظيم اني ما ادري انهم برا الا يوم جو، شفت؟ ايه. وصحيت الظهر لقيتهم نايمين، قالوا العيال توهم جايين الساعة 11. بيض الله، أنت مسؤول عنهم صح؟ ها؟ عن عمر وراكان؟ لا هذول أخوياي. طيب أخوياك، أمس جاين المخرج الساعة 9 تقول انقل البث على عمر وراكان، من أنت يا نايف تأمر المخرج أنه ينقل البث؟ لا ما قلت على عمر وراكان. أجل؟ هم أنا كنت في البيت الشعار وجانا قالوا توزع على اللوكيشنات. أيوه. ورحت ومريت محمد عيسى قبل اروح للمجلس وقبل اعرف اللي فيه. جيت محمد عيسى قلت ترى انا موجودين هناك اذا بتنقلوا البث. قال لي لا لا، انت قلت العيال هناك عندهم سالفه، انقلوا البث عليهم. لا والله ما قلت عندهم سالفه. وبعدين يا نايف لا يحتاج هذا التوجيه، يعني انت تستطيع الجلوس. الكاميرا ليست محجوبه عندنا كذا مسكنين عليها بشيله، مفتوحه الكاميرا، نراكم نحن نراكم، حتى ولو لم يكن البث عليكم نشوفكم. المصيبه انكم نراكم من الكاميرا، فاحنا نشوف هل سالفتك كويسه ولا ضرب الرصيف. اذا هي ضاربه الرصيف فلا ننقل البث عليك، واذا هي كويسه نقلنا عليك، والسلام عليكم. هذه الترجمه باللغه العربيه. لا تحتاج لغه اخرى. طيب يا علي، علي انت توقع ان نايف وعمر وركان عندهم سالفه مي زينه؟ طيب ممكن السالفه برضه ضاربه الرصيف، ليس ما هي بزينه، ممكن ضاربه الرصيف. لا يا علي انت بدات تغلط. لا مو غلط يا نايف السوالف المضروبه الرصيف مثل سوالف الجن البارح. انا رجل لا اتحمل انا اسمع سوالف الجن. بس باختصار، مو معناته انك تسولف شيء مو كويس، بس لا نايف انا لا اتقبل. لو انا مخرج يا علي، لو انا مخرج البارح طيب لقيت على الشجره. اسمع خوفك من اخر الليل يسولفون عن جن،
ترى هذا نعتبر اعتراف. اسمع ها، هذا يثبت لنا انك تخاف من القطو. ذيك الايام تجحد اني والله ما خلي القطو، ما علي من القطو الحين عرفنا ما علي من القطو، بس اخر الليل وجن يا الواحد كيف بيتفاهم معك على الهواء. طيب يا علي، لو انك محل ابو لافي في شعيب وحذف عليك حصاه ولا فيه الا انت وخويك، وش بكم وش بكم واقف؟ خله يموت، يمكن جي متسابق غير ثاني. نايف لبيه لبيه نايف، بس انت عشان طمرت المحور المهم جدا. إيه حتى ما كان إيه ما ابغى نطلع منه، انه وش حتى اخوياك اللي كانوا في اللوكيشن الثاني ممكن سوالفهم افضل من السواليف اللي قاعد تسولفون فيها، اللي وانت تقول روح ودوا الكاميرا عليهم. انتوا ذا الحين كبرتوا الموضوع. نايف لا لا لا, لا نايف نايف ليش عندكم التفرقه بين فلان وفلان في المنتج هنا؟ ليش التفرقه بين شخص وشخص؟ ليش مخلين واحد قوي وواحد ضعيف؟ ليش تعاملون الضعيف غير والقوي غير؟ طيب نايف انت 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 أسمع. الحل عندك نايف، معليش نايف انا اقول الحل عندك دائما نايف انت انا اتمنى انه يكون الحل عندك. ليش هذه التفرقه تصير في هذا البرنامج؟ طيب اسمع يا نواف تفضل. اول شيء توزيع اللوكيشنات امر من الاداره، امر من الاداره هذا عندك نايف. ما انت مسؤول، ما انت مسؤول تروح ولا انت بعمده. ماني مسؤول وين؟ انك انت تروح توزع اللوكيشنات مالك اي صلاح فيها ابدا. هم اللي قوموني، مو انا اللي اوزع. من هم اللي قوموني قالوا روح. من اللي قومك؟ الاداره جونا احنا في الاداره قالوا روح لوكيشن. يا نايف نايف قال روح لوكيشن، ما قال روح كلم المخرج قول انقل البث علي، لان انا سوالفي الزينه وانا وعمر وراكان سوالفنا حلوه وان الجمهور ينتظرها، وان الناس اذا ما سمعوا سوالفي انا وعمر وراكان بيقفلون البث وبتنقص متابعات البرنامج، وانك انت التوب وزملائك اصدقائك اللي انت تقول عنهم توب. من اللي قال؟ من اللي قال اني انا التوب؟ انت قبل شوي تقول سوالف بين عمر وراكان تقول. اسمع اسمع اسمع، في فرق بين اني التوب وفي فرق بين انك تقول سوالف ضارب الرصيف. انا برد عليك بقول ما عندي سوالف ضارب. طيب انت ليش طلبت المخرج؟ اما اني توب نايف أما نايف توب. انا 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 من ضمن زملائي كلهم. طيب حلو حلو، ماني بفضلهم ولا اني برداهم. طيب انا من ضمن زملائي نايف. كل الزملاء اللي تشوف ذلك كلهم منافسين اقوياء ولهم حضور ولهم تواجد. الكلام ذا ما كل خيره نايف، ما كل خيره، كلام اقوياء وذي احنا عارفين كل شيء مبان. نايف من انت لتطلب المخرج ينقل البث عليك؟ نايف خلاص طبعا. وبعدين ليه بأي حق مر عليه وقال لي وزع لوكيشنات؟ اقول له طيب إيه؟ انت روح روح الكاميرا تجيك من المخرج مو انت. انت اسمع اللي صاير وشنو. انا طالع ومحمد عيسى برا اللوكيشن، قلت له تراني موجود في اللوكيشن اللي شو اسمه ذا مجلس الشيبان. طيب طيب نايف قلت له، قلت نقول لنا البث. ليش ينقل البث؟ من انت تامرهم يا نايف؟ لا انت مدير. ليه يطلعني من البث؟ طيب ليه اللي يطلعك من البث تروح تامره ينقل؟ يطلعني ليش يطلعني؟ طيب يطلعني ينقل علي، يعني انقل علي الكاميرا ولا بزعل؟ ها انقلوا علي الكاميرا ولا بزعل؟ يا ليل من اللي قال اني زعلت الحين؟ طيب انت ليش تطلب اصلا؟ روح يا اخي للوكيشن الثاني هم بينقلون. هو ليش قومني؟ طيب نايف علشان يوزع صح نايف. ولا لا إيه؟ طيب هو يوزع بس ما تأمره نايف. ما امرته يا اخي، من اللي قالني امرته؟ انا مر عليه جايهم تقول انقلوا البث على عمر وعلى ركان، وانا هناك في المجلس عندنا سوالف حلوه كذا نصت. اي جيت وقلت لك الكلام ذا، قلت نصت احنا موجودين انقلوا البث. انت يا من الموجودين نايف؟ اسمع من الموجودين هناك؟ ها من اللي كان موجودين اللي في المجلس؟ ايه وقتها يوم رحت ما كنت ادري، لقيت قدامي ابراهيم النجاشي وفهد الطيري وعمر وراكان. لان عمر وراكان توهم قايمين من النوم يبغون بث صح؟ يا يا ابو ابو عبد الله الا توهم قايمين من النوم. صل على محمد يا انت 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 بتجبرني على الدين، اقسم بجلال الله اني ما قلت لهم قل علشان عمر وراكان تقنع بالله. طيب نايف لبين ترى شكلكم صار يعني جدا سيء، وصلتوا لمرحله سيئه جدا 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 بالتفرقه. نايف ارجوكم تفرقه؟ لا لا يا نواف ما في تفرقه والله. احنا وش نشوف؟ وش نتابع؟ اي برنامج؟ نايف وش تشوفه؟ ايش نايف؟ وش نايف؟ انا ما اتكلم نايف لا تحط انت انا اتكلم على الجميع. نايف اللي قاعد نشوفه الان يسقط واحد، ترى تسقطون الجميع يسقط. نايف اتمنى في الصوره. نايف يا نواف نايف والله العظيم نايف. والله نايف. العظيم انكم تقولون كلام ما نشوفه نايف. والله العظيم ما اجي نشوف برنامج ثاني. نايف لبيه، اولا اذا نسب نجاح النسخه ينسب للنسخه كامله أكيد. لا ينسب انه والله سعود نجح في نسخه كاريزما، لن يقال هكذا. نسخه كاريزما نجحت ونجح من ضمنهم سعود وفلان وفلان وفلان، لن يقال فلان نجح والنسخه كلها فشلت، مستحيل. اذا فشلت النسخه والله لو انك نيمار معهم ستفشل باختصار بس فقط لك. يا علي والله العظيم انكم تقولون كلام والله ما نشوف. طيب نايف تسمع وبتشوف. تسمع وتشوف بعد شيء بيجيب بعدين يا نايف. شكرا لك الحين نايف بس روح تابع الشاشه وبتشوف. نايف شكرا لك. ابو عبد الله عندي بس سم شكر بس فيها اسماء سقطت امس سهوا. عند اشكر
الشباب اللي جاني في ليله بيشه من ضمنهم ذيب بن عبد الله السمري وناصر بن عبد العزيز ال بشير وكذلك صفوف العرضه كلهم اشكرهم لهم كل الشكر والتقدير نايف واشكركم كذلك وبيض الله وجهكم نايف كان تقدر تطلع في وش خاطرك واشكر ثلاث دقائق اشكر ربعك هذه فقط انا ما داني الكلام الواجب طلعت البارح وخلاص خلني بيض الله وجهك يعني عموما بيض الله وجهك نايف انت عاد ما نقدر نقول لك شيء جزاك الله خير وبيض الله وجهك وتامر وجهك ابيض لكن اللي معك كلام انت علي ما عليه يلا الله يستر شكرا نايف طبعا مشاهدينا الطلبات لم تنتهي من الاخوان المتسابقين والمخرج لما شاف نايف مرسول الحب يطلب نقل البث على عمر وراكان قرر ينقل البث على عمر وراكان لأنهم راحوا لوكيشن لحالهم والشباب توهم قايمين من النوم صحصحين ويبغون الجمهور ومتشوق